يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مهمة، هنتكلم فيها في بعض الأمور اللي بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، بالتحديد بعد الفوز الهام جدا جدا على المريخ السوداني امبارح في مباراة كانت بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وصول النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ، لكن أنت بتتفوق بعد المواجهة المباشرة الوحيدة اللي لعبتها معاه، وبتيجي مركز ثاني بعد صن داونز المتصدر. فبالتالي كلامنا هيكون كتير عن هذه المباراة وعن ما هو قادم، لأن القادم هو الأهم بكل تأكيد بخصوص النادي الأهلي في مرحلة هي الأصعب. فتفاصيل كتير جدا في الجانب ده تحديدا. هنحاول نتطرق لبعض الأخبار المحلية والعالمية كما هو المعتاد، وهنتكلم فيها أيضا بتفاصيل كتير. وأكيد بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال بيتعلق بالأهلي وفريقه الأول لكرة القدم بعد مرور 3 جولات، أو بعد خوض الفريق لثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. في رأيك من يتأهل من مجموعة الأهلي في دوري الأبطال؟ وهناخد تفاعلكم معنا من خلال الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. إن شاء الله طبعا الأهلي يكون موجود، وأي بقى حد تاني معايا، يعني هو الأقرب صن داونز، فهناخد برضو تفاعل حضراتكم، ده أمر مهم جدا بالنسبة لنا. تعالوا نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم من التدريبات. الأهلي يتدرب مرة واحدة فقط قبل مواجهة بيراميدز. وأخيرا كيروش، العد التنازلي لمباراة السنغال بدأ. طيب ماتشات النهارده، بصراحه في ماتش حلو قوي قوي، يعني الواحد هيحاول يلحق بقيته في البيت، لكن ده في الدوري الانجليزي طبعا. فمباريات الدوري الانجليزي النهارده استكمال للجوله اللي ابتدت امبارح، واتفورد متاخر امام ارسنال بنتيجه 2-1 في المباراه اللي ابتدت الساعه 4، و 2-1 لارسنال. الشوط الثاني بيبتدي في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم. المباراة الثانية بقى وهي الممتعة والمثيرة جدا، وديربي مانشستر، ودايما الماتشات اللي زي دي بتبقى ضرب نار، يعني نقعد كده نستمتع بهذا اللقاء. مباراة الساعة 6:30، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، او مانشستر سيتي الاول لانه الماتش على ملعب مانشستر سيتي. وبالمناسبة اخر 3 مباريات ما بين الفرقتين في ملعب الاتحاد بتاع مانشستر سيتي، يونايتد هي اللي بتكسب اخر 3 مباريات، فعشان كده الماتش هيبقى جامد قوي في ظل كمان منافسة صعبة قوي ما بين مانشستر سيتي وليفربول، بعد ما ليفربول فاز امبارح على ويست هام بهدف مقابل لا شيء لساديو ماني من اسيست لترينت الكسندر ارنولد. فالامور قويه ومحتدمه على القمه بكل تاكيد. اما بخصوص الدوري الاسباني، فالنهارده في 4 مباريات. قادش فاز على رايو فالكانو في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر وانتهت منذ قليل، فاز بنتيجه 2-0. إليتشي هيلعب مع برشلونه المنتشي بانتصارات متتاليه وباداء ممتاز وبعدد وافر من الاهداف، مباراه هتكون الساعه 5:15. الساعة 7:30 سيلتا فيجو مع ريال مايوركا، والساعة 10 بالليل ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد يعني هذا الموسم مش في قمة مستواه في الحقيقة، سواء على المستوى الأوروبي أو تحديدا الشامبيونز ليج، أو على المستوى المحلي الدوري الإسباني. دي أهم وأبرز المباريات. هروح لفاصل سريع ونرجع بقى نتكلم على كام تفصيلة كده مهمة قوي تتعلق بالنادي الأهلي وتتعلق بأداء الفريق امبارح وبعض اللاعبين والنتيجة وأهميتها وكل حاجة خاصة بالأهلي في مباراة المريخ، وكل حاجة بتخص الفريق في إطار استعداداته للمباراة الهامة جدا في بطولة الدوري أمام بيراميدز. فاستنونا بعد الفاصل، يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. فوز مهم جدا للأهلي امبارح في مباراته أمام المريخ، وهي مباراة كانت بصراحة صعبة ومهمة، وكان أهم شيء فيها إنك تاخد الـ3 نقاط عشان يعني تعدل المسار والبداية الغير موفقة بالنسبة لك في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. الماتش الأولاني تعادلنا مع الهلال هناك في السودان 0-0، الماتش الثاني خسرنا من صن داونز على ملعبنا 1-0. فكان مهم امبارح ايه أهم حاجة امبارح؟ انك تكسب وتاخد الـ3 نقط. طبعا جمهور الأهلي دايما بيبقى نفسه في نتيجة وأداء، على غرار الفترة اللي فاتت. بالمناسبة احنا الفترة اللي فاتت نادرا قوي لما نكسب من غير اداء، او نادرا اكتر لما بتخسر اصلا، تمام؟ ففي كل الاحوال امبارح المكسب الاهم من المباراه دي، بغض النظر عن الاداء في بعض الفترات ما كانش بالمستوى المطلوب او المرجو، انك كسبت
المباراه وخدت الثلاث نقاط، وده اهم شيء بالنسبه للاهلي وللاهلاويه. ليه؟ لان انت في مرحله صعبه، والمرحله الصعبه دي احنا هنفضل نتكلم فيها كتير عشان نفضل ايه نفكر بعض، ونبقى عايشين مع الفريق لحظه بلحظه، عايشين مع الفريق في كل العقبات اللي بتواجهه، نبقى مدركين كويس قوي وعندنا وعي كبير، وده طبيعي موجود عند جمهور النادي الاهلي بشكل مؤكد بكل الظروف اللي بتحيط بالفريق. فانا دايما يعني بحترم قوي قوي الاهلاويه اللي بيبقوا نفسهم في اداء ونتيجه، وبحب كده جدا، واحنا منهم، وانا على المستوى الشخصي احب دايما لما اتفرج على الاهلي اتبسط استمتع. لكن في بعض الاحيان بيبقى في اولويات، في حاجات اهم من المهم. الاداء مهم طبعا مهم، لكن الاهم ايه؟ النتيجه. هي دي المرحله اللي بتتطلب انك تكسب بس. ليه؟ هقول لك ليه. اولا انت ما عندكش رفاهيه الوقت اللي تقدر من خلاله تهيئ نفسك على جميع المستويات، سواء نفسيا بدنيا فنيا ذهنيا، ها، لاي مباراه انت هتقابلها، ومجبر انك تتعامل مع كده. مجبر ليه؟ لان احنا عارفين الاهلي هو اكتر فريق بيلعب مباريات بقاله موسمين او ثلاثه كمان، بسبب مشاركته في كاس العالم للانديه، بسبب ارتباطاته الكتير، كل البطولات بيوصل فيها المراحل النهائيه، طبيعي جدا بيبقى عنده ماتشات كتير قوي، بخلاف المجموعه بتاعته، اللعيبه بتاعته اللي مع المنتخبات، المنتخب الوطني الاول، كاس العرب، عدد كبير من لعيبه الاهلي، كاس الامم الافريقيه، عدد كبير من لعيبه الاهلي، بل بالعكس كمان ده الاهلي دفع، مش عايز اقول دفع ضريبه، لان ده طبيعي جدا الاهلي يساند المنتخبات الوطنيه، وده دور النادي الاهلي، ده امر مش محتاج ان احنا نتناقش فيه اساسا. لكن شفنا الاهلي لعب كاس عالم انديه اللي هي اكبر بطوله، كاس عالم انديه، من غير عدد كبير قوي من لعيبته، بسبب ان اللعيبه كانت في المنتخب، وده امر طبيعي، مش بننتقده يعني، ده امر مش محتاج يعني كلام. لكن انا بقول لحضراتكم الظروف وكل ما يحيط من احداث بتقابل الفريق، او كل الاحداث اللي بيقابلها الاهلي يعني. فبالتالي مفيش الرفاهيه ان انت من خلالها تستعد بشكل جيد لاي مباراه، فبالتالي احنا كجمهور نستنى بقى الاداء والنتيجه. لا، مش في المرحله دي. قد ننتظر اداء ونتيجه في مراحل اخرى، بس مش في المرحله الحاليه. ابسط مثال، ابسط دليل. انت دلوقتي لعبت امبارح مع المريخ، انت بقالك اسبوعين بتلعب او ثلاث اسابيع بتلعب ايه؟ سبت ثلاث، جمعه ثلاث، كده. يعني ما بين كل ماتش والتاني يومين ثلاثة. فأبسط دليل، أنت لعبت امبارح مع المريخ، وهتلعب بعد بكرة على طول مع مين؟ مع بيراميدز اللي هو المنافس المباشر حاليا ليك في بطولة الدوري. فمباراة زي دي محتاجة إيه؟ محتاجة استعداد كويس، محتاجة إنك تحاول تشتغل في تدريباتك كمدير فني مع اللعيبة. هل هم عندهم الرفاهية بتاعت الوقت إن هو يشتغل ويعمل كلام؟ لا. الجهاز الفني عنده كام؟ لا. احنا خلصنا ماتش امبارح، النهارده الفريق اجازه. ولازم الراجل يعمل كده، لازم يدي اجازه، ما هو اللعيبه دي مش مكن، مش اجهزه، مش روبوتس. هينزلوا بملعب يلعبوا بنفس الكفاءه في ظل هذا الضغط الكبير والصعب جدا من مباريات. فبالتالي انت عندك مران وحيد فقط بتستعد من خلاله لمواجهه بيراميدز، المنافس الوحيد ليك حاليا او المنافس المباشر ليك حاليا في بطوله الدوري. مباراه مهمه. فشايفين الظروف ماشيه ازاي؟ طيب هديك الاسخن من كده. انت هتلعب مع بيراميدز يوم الثلاث الساعه 8. لك ان تتخيل ان الفريق هيخلص الماتش في استاد الاهلي والسلام، ويبقى معاه شنطه وحاجته، عشان الحكم يسافر من هنا، الفريق يطلع على المطار من هنا عشان يسافر على جنوب افريقيا يلعب مع مين؟ مع صن داونز، المنافس المباشر ليك والاقوى في مجموعتك على التاهل هناك في جنوب افريقيا، في رحله هتكون مدتها قد ايه؟ 8 9 ساعات. وبالمناسبه هتقول لي ما هو الاهلي بيسافر بطياره خاصه، والله موضوع الطياره الخاصه ده مش يعني هو بيسهل موضوع حته الترانزيت والكلام من ده، يعني ما بيبقاش فيه ترانزيت وما بيبقاش فيه اي حاجه، بس هو مجهد برضه، سفر 8 9 ساعات كتير، حتى لو 3 ساعات 4 ساعات كتير، اجهاد للعيبه، لعيبه لسه مخلصه ماتش هتطلع تسافر على جنوب افريقيا في رحله طويله زي دي، ما هو ده اجهاد برضه، هو ده ضغط المباريات، هو ده ضغط الظروف اللي موجوده على النادي الاهلي. بالتالي
احنا دورنا ايه كعاشقين للنادي الاهلي، كمحبين للنادي الاهلي، كجماهير للنادي الاهلي؟ هو دور مسانده ودعم. بقدر جدا ان انت ممكن ما تكونش قابل الاداء، وان انت الاهلي كان ممكن امبارح يتعادل او لا قدر الله يخسر زي ما حصل في ماتش صن داونز، لكن الاهم هو اللي اتحقق. الاهم انك كسبت، ونبارك لبعض في ظروف صعبه زي دي، في بعض الغيابات اللي موجوده في صفوفك، فكل ده هو الاهم. فبالتالي احنا يا جماعه، وانا عمري ما حملي يعني راي على حد، كامل الاحترام والتقدير لكل اراء الاهلاويه وكل اراء المتابعين يعني، لكن لازم نحط كل حاجه في مكانها الصحيح. لا يصح اطلاقا من البعض القليل جدا جدا من المتابعين انه ينتقد، او مش عايز اقول ينتقد لان الانتقاد ده حق مشروع لكل الناس بصراحه يعني، لكن ان هو يعمل حمله على بعض اللعيبه. وانا هنا هخص بالذكر، ومش بقول ان ده جمهور الاهلي، لا، هو ممكن يكون بعض الناس عايزه ايه تقول لك اسباب ان احنا تعادلنا، اصل مش عارف فلان كان وحش، اصل علان كان مش عارف ماله، او كلام من ده. لا، فانا هقول لكم بالاسماء. رقم واحد، انا ملاحظ من امبارح للنهارده، ومش امبارح بس بالمناسبه، حتى في بعض البرامج كده ساعات بسمع وانا جاي في العربيه راديو، بسمع او بشوف برامج بالليل مثلا في التلفزيون، الواحد بيحب يتابع يعني، فتلاقي واحد يقول لك ايه، يقول لك الشناوي مش في افضل حالته، الشناوي وحش، والحارس الاول دلوقتي في مصر حارس، مثلا سمعت واحد قال لك محمد صبحي. محمد صبحي طبعا حارس فاركو، حارس جامد قوي بصراحه وليه مستقبل كبير، لكن هو الحارس الاول دلوقتي في مصر؟ لا، لكن ليه مستقبل عظيم الولد ده، ربنا يكرمه ويوفقه يا رب ان شاء الله يعني، لكن انا بتكلم على الفتره الحاليه. هل ده كلام منطقي او هل ده كلام صح؟ لا، مش صح. انت عندك الحارس الاول في مصر هو محمد الشناوي، بعديه ابو جبل، بعد كده محمد صبحي، بعد كده حط اللي انت عايزه. لكن الطريقه دي والكلام اللي زي ده بشانه ايه، ان انت بتحاول تهبط وتحاول تاثر بشكل او باخر على الحارس الاول ليك في مصر اللي انت هتعتمد عليه بصفه اساسيه في ماتشين السنغال اللي هيودونا كاس العالم. الناس بتنسى ان المصلحه واحده، احنا عايزين المنتخب يتبسط وكجمهور نتبسط ونفرح ونوصل كاس العالم من خلال ماتشين صعبين جدا مع السنغال. ففي ناس مش مدركه الجزئيه دي. بالمناسبه المنتخب برضه بيتاثر بضغط المباريات الكتيره على الاهلي، لان برضه المنتخب عنده عدد كبير من اللاعبين في النادي الاهلي. فكان من المفترض، ودي جزئيه اخرى انا كنت حابب اتطرق ليها برضه، من المفترض ان يتم مراعاه فارق المباريات ما بين كل مباراه واخرى بالنسبه للنادي الاهلي عشان مصلحه المنتخب برضه. لو انت مش عايز تبص لمصلحه الاهلي وحقك، انت بتبص لمصالح الفرق كلها في الدوري المصري وده الطبيعي، لكن برضه بص لمصلحه المنتخب. فالضغط الكتير ده هيصيب لعيبه الاهلي اللي المنتخب محتاجها. ما بنطالبش حد انه ياجل، بس بنطالب الناس ان هي تراعي فارق الايام ما بين كل مباراه والتانيه. بدليل ايه؟ وانا برضه هرجع للشناوي ولاعب تاني هتكلم عنه، بس بدليل ايه؟ بدليل ان بيراميدز هيلاعبك بعد بكره، بيراميدز عنده يوم زياده راحه لانه لعب يوم الجمعه. تمام؟ فبالتالي عمل استشفاء، جهز نفسه، بقى جاهز 100% لمباراه الاهلي يوم الثلاث. فلازم انت لما تلاقي فرقتين تقال زي دول، لا، ادي كل واحد ثلاث ايام وثلاث ايام، اربع ايام واربع ايام، مفيش مشكله عشان يبقى في تكافؤ فرص. لكن نرجع للموضوع، هل محمد الشناوي مستواه قل؟ اطلاقا. انا بدافع وخلاص، والله ابدا ما بدافع وخلاص. ده واحد لسه راجع من اصابه بقى لها شهر، واصابه مش سهله في العضله الخلفيه، فبالتالي مع الوقت بيبتدي يستعيد فورمته، ورغم كده هو ادى مباريات جيده. ممكن الناس تسال الشناوي شويه على جون صن داونز، موافق، لكن امبارح لا، الشناوي ما تسالش على ولا جون بصراحه، لا الاول ولا الثاني. فبالتالي الحمله الموجوده على الشناوي المعموله على الشناوي دي ملهاش اي لازمه، والهدف منها ايه؟ انك تاثر على الاهلي، مش انك تساند الشناوي او حتى الاهلي. فالكلام ده يا جماعه غير مطلوب، غير مطلوب، مع كامل الاحترام للجميع، لان احنا عايزين نفرح وننبسط بفرقتنا. ففرقتنا دول رجال وفرحونا كتير، وعندهم لسه طموحات كتير ودوافع اكتر، وهيفرحونا اكتر واكتر. فبالتالي احنا دورنا ايه؟ ان احنا نبقى في ظهرهم نساعدهم، مش مطالبين خالص ان هم ايه يفضلوا يلعبوا باداء ممتاز كل الفترات اللي بيمروا بيها. لا، في فترات هتبقى كويس وفترات هتبقى وحش، بس الاهم بصراحه وانا بقول لحضراتكم هي النتيجه، رغم كل الظروف الاهم النتيجه. فالنتيجه امبارح اتحققت. طيب، ادي لاعب رقم واحد. لاعب رقم اثنين، علي معلول.
ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا مش عايز أبرز الحاجات اللي زي دي، بس أنا لازم أعلق على ما يحدث بالتحديد من هجوم للاعب من بعض يعني مش عايز أقول يعني بعض الجماهير قليلين جدا، عدد قليل يعني. ممكن يكون في أخطاء لعلي امبارح مثلا، وارد ممكن علي ما يكونش في مستواه، لكن مش المنطقي يا جماعة، مش من المنطقي إطلاقا إن أنا أجي أنتقد لاعب أو إن أنا أجي أعمل حملة على لاعب لو بيلعب 100% من الماتشات فهو بيديني 90% من مستواه، او لو بيلعب مثلا الماتشات كلها فممكن 90% من المباريات دي بيديني 100% من مستواه. فهمتوا قصدي؟ يعني لو علي معلول ده لعيب اساسي، هو فعلا لعيب اساسي في الاهلي فبيلعب كل الماتشات، فان يبقى 90% 95% من الماتشات دي بيديني 100% من مستواه، فده حاجه تحفه، دي حاجه جامده قوي. فلازم نكون احنا بنراعي الظروف والضغوط والاحمال البدنيه الكتيره من خلال المباريات الاكتر اللي بيواجهها اللعيبه، لان هم مش مكن تاني، هم مش مكن. فالمسانده احنا متعودين عليها طبعا كجماهير للنادي الاهلي، احنا بنساند، وطالما النتائج موجوده في المراحل اللي زي دي فخلاص الامور مقبوله جدا جدا، لان الاهم في الاول في الاخر النتيجه. وبالمناسبه احنا بقالنا سنتين مثلا بنطلع التاني في مجموعه، مش معنى كده ان انا بتمنى الاهلي يطلع تاني، بس قصدي بنواجه صعوبات في دور المجموعات وبنكسب البطوله، مش بقياس اطلاقا، لكن انت ما تفكرش غير في انك تكسب خلال المرحله الحاليه، لان فعلا المواجهات صعبه جدا. فدي جزئيه من ضمن الجزئيات المهمه اللي انا حبيت اتكلم عليها، سواء فيما يتعلق بفترات الراحه، فيما يتعلق بانتقاد بعض اللاعبين اللي من الوارد جدا وممكن في مستواهم، لكن برضو جابوا لنا الانتصار امبارح وده امر مهم جدا. فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الجايه، لان المرحله الجايه غايه في الاهميه مباراه بيراميدز. افكر حضراتكم بس بجدول ترتيب المجموعه قبل ما اطلع الفاصل، لان الفوز امبارح كان مهم قوي بعد ما الاهلي لعب 3 مباريات والمريخ لعب 3 مباريات من خلال المباراه المؤجله اللي اقيمت امبارح كانت بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. فصن داونز متصدر 7 نقاط، الاهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، المريخ في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والهلال في المركز الاخير برصيد نقطه، والمنافسه مشتعله في هذه المجموعه، كلنا ثقه في الاهلي ولعبته في هذا المشوار الافريقي الهام، وان شاء الله باذن الله نفرح بالتاهل للادوار المقبله. بس خلينا واحده واحده كده مع فرقتنا عشان يبقى الامور ماشيه بالشكل المظبوط، وعشان ما نبقاش احنا عامل ضغط، ما نبقاش عامل ضغط اكبر على الفريق في ضغط مباريات وكلام من ده، بس ما ينفعش احنا كمان بدل ما نبقى عامل مساعد وده الطبيعي، لا نبقى عامل ضغط كبير على الفريق فبالتالي ياثر فالنتائج تيجي بالشكل غير مرغوب، وده اللي احنا مش ما نتمناهوش اطلاقا يعني. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم لسه شويه، عندنا بعض الامور المهمه هنتكلم فيها، استنونا. طيب تعالوا نشوف ردود الافعال على فوز الاهلي امبارح على المريخ السوداني من خلال الصفحات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، نبتدي باليوم السابع. واليوم السابع حسابهم على تويتر بيقولوا ان الاهلي يصل الى 200 فوز في البطولات الافريقيه بعد ثلاثيه المريخ، فبالتالي طبعا رقم كبير جدا ما حدش يوصل له في القاره. الاهلي لعب 386 مباراه، فاز في 200، تعادل في 102، خسر في 85، سجل 598 هدف، استقبل 291 هدف. البطولات دوري ابطال افريقيا 10 مرات، بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 4 مرات، كاس الكونفدراليه مره، كاس السوبر الافريقي مره واحده. بالمناسبه برضو تكمله للكلام اللي احنا كنا بنتكلمه، الاهلي على المستوى الهجومي ممتاز بصراحه، يعني الاهلي على المستوى الهجومي كويس حتى لو بتضيع فرص كتير وده طبيعي في الكوره، لكن انت بتحرز اهداف كتير. احنا اخر ماتشين مثلا بس المريخ وفاركو احنا جايبين 7 اهداف، لكن في المقابل على المستوى الدفاعي لسه في شغل محتاجينه شويه، لان بنستقبل اهداف بشكل سهل نسبيا، مش مع الاهلي المفروض الكلام ده، لكن في كل الاحوال ان شاء الله القادم افضل. الحساب الرسمي للنادي الاهلي بيقول له 10 هو عدد اهداف لاعبنا محمد شريف في البطولات الافريقيه، ومحمد شريف من ضمن اهم وابرز المكاسب خلال الماتشين الاخرانيين، لانه قدر ان هو يجيب 3 اهداف في ماتشين فاتوا بعد فتره كان بعيد شويه عن التهديف بسبب ظروف وامور نفسيه كلنا عارفينها تعرض ليها مع المنتخب، لكن ثقته رجعت لنفسه بشكل مميز، فبالتالي مكسب كبير قوي للاهلي والمنتخب مصر طبعا محمد شريف، بنبارك له على العوده دي ونتمنى له يا رب دايما المزيد من التوفيق في اللي جاي، لان اللي جاي هو الاهم بالتحديد يعني. سبورتس 360 وحسابهم على تويتر بيقولوا 3 اهداف في اخر ماتشين،
القناص يعود الى هوايته المفضله محمد شريف نجم اللقاء بجداره طبعا يعني وهدفين بشكل مميز قدر ان هو يعني يسجلهم. خلينا كمان نروح لحساب مبتدع على تويتر واللي بيقولوا ارقام محمد شريف نصر الاهلي خاض 105 مباريات سجل 52 هدف وصنع 16 عدد كبير بصراحه. حصل على 5 بطولات 2 دوري مصري 17 و18 و18 و19 و2 كاس السوبر الافريقي 2021 و2022 ماشي ودوري ابطال افريقيا 2020 و2021 ارقام فرديه هداف الدوري المصري في الموسم اللي فات برصيد 21 هدف هداف دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات ايضا برصيد 6 اهداف الموسم ده اعتقد عنده هدفين دلوقتي فبالتالي ان شاء الله في طريقه ان هو يحقق نفس اللقب الاهم طبعا المكاسب الجمعيه يعني. الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيقول ان موسيماني يطلب تقريرا مفصلا عن بيراميدز قبل مواجهه الثلاثاء وفي الحقيقه هي مواجهه صعبه جدا ودايما مباريات الاهلي وبيراميدز مباريات شيقه وفيها نديه كبيره يعني واحنا عارفين الكلام ده في اخر 3 سنين يعني لكن في نفس الوقت الله يكون في عون موسيماني بصراحه ان انت تقدر تفصل ما بين ماتش انت كنت بتلعبه في الدوري وبعد كده تركز في افريقيا بعدين ترجع من افريقيا في يومين بس تركز في ماتش كبير زي بيراميدز ده تشتت ذهني وهي دي ضريبه التواجد بالمناسبه داخل النادي الاهلي لكن مش اي حد يقدر يتعامل مع الامور دي انا بثق في موسيماني انه يقدر يتعامل ويقدر ان هو يعني يدرس كل فريق هيواجهه رغم الصعوبات ورغم كل العقبات اللي بتقابله لكن هي بصراحه معادله صعبه قوي الله يكون في عون الجهاز الفني للنادي الاهلي واللعيبه ايضا اللي دايما بالمناسبه هي اللعيبه بتدرس المباريات ازاي من خلال الجهاز الفني اللي بيعرض لقطات او اللي بيقول لهم على ملاحظات فلازم هم يكونوا مركزين فيها فانك تبقى مركز في ماتش ورا التاني بسرعه في اللعيبه بارقامهم اللي انت هتقابلهم بكلام من ده امر مش سهل اطلاقا يعني الناس بتفتكر ان الامور سهله وبسيطه لا صعوبات كتير في ظل ضغط المباريات واضح. يلا كوره على تويتر مصدر بالاهلي يلا كوره سيناريوهات للسفر الى جنوب افريقيا بسبب بيراميدز هم هنا جايبين يعني اصل لو كان ماتش بيراميدز اتاجل بالنسبه يا جماعه الاهلي ما طلبش تاجيل ماتش بيراميدز لان امبارح برده ناس كتير قاعده تقول الاهلي عايز ياجل الماتش ومش ياجل الماتش لا هو الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم الاستاذ جمال علام او الاستاذ احمد دياب كان بيكلموا يا جماعه عشان فيما بعد عايزين نراعي مبدا تكافؤ الفرص المساحات ما بين المباريات موضوع التحكيم والاخطاء الكارثيه اللي بتحصل في الدوري فعايزين الامور تبقى ماشيه بشكل كويس يعني لكن بشكل رسمي الاهلي ما طلبش اطلاقا والاهلي لو عايز يطلب تاجيل المباراه هيعلن رسمي مش هيتكسف يعني هيعلن فبالتالي هم هنا بيقول لك اصل لو الاهلي لو الماتش مع بيراميدز كان اتاجل فكان الفريق هيسافر يوم الثلاث الظهر فطالما مش هيتاجل فالفريق هيسافر بعد المباراه احنا قلنا لحضراتكم في البدايه ان خلاص الفريق هيسافر بعد المباراه مباشره يخلص الماتش من هنا يطلع على المطار من هنا باذن الله يوصل بالسلامه لجنوب افريقيا وكل دي صعوبات كتيره لكن ان شاء الله باذن الله رجالتنا وجهازنا الفني قد الصعوبات دي ان شاء الله. طيب حساب في الجول على تويتر تصريحات لحازم مصطفى رئيس المريخ السوداني قال لا وقت لدينا لنقل المباراه وقرار المجلس هو لعب المباراه في القاهره مش عارف ناس كتير بتتكلم ليه في الجزئيه دي مش عارف البعض بيتمنى ان المباراه تتنقل من القاهره عشان ما يبقاش مثلا ايه في افضليه للاهلي هو بالمناسبه مفيش افضليه للاهلي ولا حاجه دي شفنا المريخ عامل ازاي ما شاء الله فرقه قويه جدا امبارح لو على ملعبه هيبقى يعني عنصر ايجابي اكتر لكن في نفس الوقت الناس متعوده ان هي تلعب هنا وحتى لو اتغير الملعب الاهلي مش فارق معاه بالمناسبه الاهلي يقدر يكسب في اي مكان رغم ان انت بتخسر برضه بعض المباريات الخارجيه لكن انت تقدر تكسب شفنا الكلام ده في مناسبات كتير قوي يعني فالناس مركزه على الجزئيه دي قوي كل يوم بيسالوا مسؤولي المريخ مش عارف ايه مشكلتهم في كل الاحوال مش بتكلم طبعا على في الجول لا انا بتكلم بشكل عام يعني تعال نروح لليوم السابع على تويتر موسيماني يتراجع ويرحب بتعاقد الاهلي مع حارس مرمى في الصيف ده خبر ملوش اي لازمه مش وقته خالص يعني مفيش الكلام ده اصلا مع كامل الاحترام طبعا للخبر يعني قصدي ككلام او توجه في الحديث عن الامور اللي زي دي مفيش اي تفكير دلوقتي هل من المنطقي يا جماعه ان الاهلي استنى نرجع للخبر بس عشان انا عايز اقف عنده شويه هل من المنطقي ان الاهلي في ظل الماتشات الكتير اللي ورا بعض وفي ظل الماتشات القويه وتعدد البطولات موسيماني هيسيب الدنيا دي كلها يقول لهم يا جماعه لا خلاص انا والنبي عايز حارس مرمى تاني اديني عقلك كده فكر معايا هل ينفع يعني منطقي يعقل لا فيعني ساعات بتبقى في اخبار عشان نحط اخبار يعني انا والله ما اعرف مين الصحفي ولا اعرف يعني انا بتكلم بشكل عام والله لان فعلا في حاجات غير منطقيه كامل احترام للناس كلها يعني وطبعا اليوم السابع اكيد يعني كوره بلس وحسابهم على تويتر
عاجل الاهلي يحصل موقف حول عرض استون فيلا لشراء اليو ديانج. كل حلقه لازم يبقى في خبر على اليو ديانج. لحد دلوقتي الاهلي ما جالوش اي عرض رسمي بخصوص اليو ديانج. بعض التقارير قالت ان استون فيلا الانجليزي عايز يجيب اليو ديانج وبعت عرض رسمي للنادي الاهلي. مفيش حاجه رسمي جات للنادي الاهلي. امال ايه اللي بيحصل؟ ممكن يكون بعض الوسطاء بعض الوكلاء بيتكلموا في الاتجاه ده او في التوجه ده يعني. لكن مفيش اي حاجه رسميه بالخصوص ده خالص. وديانج من اللعيبه المحترفه قوي وبيركز بشكل كبير قوي 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 مع فرقته، وانا شفت بصراحه الكلام ده قدام عيني يعني. فنتمنى له يا رب كل التوفيق. ناخد اخر خبر معانا في ترند الاهلي والمصري الرياضي. امبارح كان معايا برده الخبر ده. المصري الرياضي حسام على تويتر: الاهلي يكشف حقيقه المفاوضات مع نجم الترجي محمد علي بن رمضان. حد يختلف على امكانياته؟ بصراحه لا، لعيب جامد قوي قوي يعني في نص الملعب ما شاء الله عليه. هل الاهلي بيرغب في التعاقد معاه حاليا؟ مفيش اي حاجه في التوجه ده او في الاتجاه ده. مفيش اي حاجه، مفيش تفكير، او مفيش، مش عايز اقول مفيش تفكير يعني. ممكن يكون انت في لجنه تخطيط في النادي الاهلي، فلجنه التخطيط دورها ايه؟ ان هي بتتابع، بتفكر لمستقبل الفريق، فبتحط اعتبارات معينه، ممكن تحط اسماء معينه. من الوارد يكون محمد علي بن رمضان موجود، معرفش. لكن في نفس الوقت لو موجود هو طبيعي انه يبقى موجود، لان هو لعيب كبير قوي بامكانيات كبيره. لكن في نفس الوقت بيلعب مع الترجي التونسي احد اكبر انديه افريقيا، فمش الموضوع مش هيبقى سهل خالص. لكن هل في مفاوضات رسميه، كلام مع اللاعب، مع امور زي دي؟ مفيش خالص 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 بخصوص المفاوضات دي يعني. لكن ممكن تحصل في المستقبل يعني. اكيد احنا نتمنى اي لعيب يكون بامكانيات كويسه يكون موجود في النادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم على الجانب المحلي والجانب العالمي شويه ونكمل مع بعض حلقتنا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف الترند المحلي واهم وابرز الاخبار اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني، وبالتحديد نبتدي بكارلوس كيروش اللي يعني عمل تويتر كده في رساله ل لاعبي منتخب مصر، بيقول لهم ايه؟ العد التنازلي لمباراه السنغال بدا 15 يوما قبل انطلاق معسكرنا. فقط بالسلوك الصحيح الذي اظهرناه من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصري والوصول لتوقعاتنا واهدافنا. علينا ان نكون متواضعين وفي قمه التركيز وملتزمين بالعمل الجاد في لحظه من حياتنا. تلك هي التركيبة التي ستقودنا إلى قطر. يا رب بإذن الله نروح قطر يا كيروش. بصراحة الراجل زي ما انتقدناه في بعض الفترات في بداية ومستهل مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بسبب أخطاء كتير، لما عدل الأخطاء والأمور مشيت كويس. ومش بقول إن إحنا يعني مش الإعلام المصري هو اللي عدل له الأخطاء، بصراحة هو راجل خبرات عظيمة برضه في نفس الوقت وسي في محترم. لكن في نفس الوقت لما اشتغل بالشكل المظبوط وان كل لعيب كان في مكانه، حسينا ان احنا عندنا منتخب كويس. وبالمناسبه اخيرا منتخب مصر بقى عنده قوام جيد. قبل مرحله كيروش ما كنتش عارف المنتخب في مين، او ما كنتش عارف مين تشكيله المنتخب، انا ما كنتش عارف مين العناصر اللي ينفع تبقى موجوده في المنتخب بصراحه يعني. الراجل جه عمل توليفه كويسه بقاعده كويسه تقدر تختار منها اللي انت عايزه. واللي ساعده في كده كاس العرب، لما جرب كتير ولعب بناس كتير فعرفت مين ينفع مين ما ينفعش، مين يقدر يساعدك مين مش هيقدر. فده كان شغل محترم جدا في كاس الامم الافريقيه. الراجل وصلنا للنهائي. لكن احنا عايزين نفكره بحاجه، ان كل تصريحاته في مختلف المؤتمرات الصحفيه كانت ايه؟ كانت ان الهدف الاساسي بالنسبه لي انا جاي عشانه ككيروش هو الوصول لكاس العالم. فاحنا منتظرين الهدف ده باذن الله يا مستر كيروش يتحقق بدعم المصريين ودعواتهم وبتشجيعهم. ان شاء الله 60,000 في ماتش استاد القاهره امام السنغال، بالامكانيات بتاعه الراجل، بالجهاز المعاون المميز، باللعيبه المميزه، فكلها امور باذن الله تكون مساعده في تحقيق الحلم الاكبر. ونفسنا بصراحه يعني الواحد، انا عن نفسي في حياتي كلها ما شفتش مصر في كاس العالم غير مره واحده، هي المره الاخيره يعني. تمام، في ناس شافت مصر مرتين، لكن كنت دايما بحلم اعيش اجواء تواجد منتخبنا في كاس العالم. الحمد لله عشتها في 2018، بس نفسي ان هي ما تغيبش عننا. احنا منتخب باسم كبير زي مصر، من الطبيعي واللي المفروض يحصل ان احنا كل كاس عالم نبقى موجودين، ما ينفعش نبقى اقل من كده خالص يعني.
فان شاء الله نكون موفقين المره دي قدام منتخب صعب قوي زي السنغال، منتخب رخم كرويا وبدنيا وكل حاجه، عناصر مميزه ومحترفه في اوروبا، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في لعيبتنا وجهازنا الفني. طيب ده كان خبر كيروش. الاهرام وحسابهم على تويتر بيقولوا ان بالاسماء منتخب مصر يستدعي جميع المحترفين استعدادا لمواجهه السنغال. هقول لحضراتكم الاسماء، وهنا الاستدعاء سببه ايه؟ الاستدعاء سببه ان انت مرتبط بميعاد محدد قبل اي معسكر باسبوعين في الاجنده الدوليه، لازم تكون بعت خطاباتك الرسميه الخاصه بالاستدعاء اللعيبه اللي انت بترغب في ضمها، اللعيبه المحترفه. فده اجراء عمله الجهاز الفني لمنتخب مصر وكيروش علشان ايه؟ تحسبا لاي ظروف، فاستدعى كل المحترفين تقريبا اللي هو عينه عليهم، استدعاهم كلهم، بس مش معنى كده ان كلهم هيكونوا موجودين مع المنتخب. يعني الاسماء اللي هقول لحضراتكم عليها مش شرط ان يكون كلهم موجودين مع المنتخب، فالاسماء هم كاتبينها هنا في حساب الرسمي للاهرام، وهي دي استدعاءات حقيقيه يعني. محمد صلاح من ليفربول الانجليزي، ربنا يا رب يحميه من الاصابات ويكرمه كده، وباذن الله يعني ربنا يكرمنا معاه بالتاهل لكاس العالم، موجود ان شاء الله محمد صلاح. احمد حسن كوكا من الوارد بالمناسبه يكون موجود، متالق في الدوري التركي، فهو من ضمن الاسماء. محمد النني طبعا عنصر اساسي ان شاء الله. مصطفى محمد جلاتا سراي عنصر اساسي رغم انه كان بعيد قوي 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 عن مستواه في كاس الامم الافريقيه، لكن يبقى لعيب تقيل، لعيب مميز، مهاجم جيد، فان شاء الله يكون مؤثر مع منتخبنا. سام مورسي من ضمن الاسماء من ابسويتش تاون الانجليزي. عمر مرموش طبعا يعني كيروش مقتنع بيه جدا، وانا وكل الناس بصراحه مقتنع بيه، لعيب جيد جدا من شتوتغارت الالماني. احمد ياسر ريان برضو اللي عاد من الاصابه مؤخرا، التاي سبور التركي. كريم حافظ الظهير الايسر من مالاتيا سبور التركي. واحمد حجازي من اتحاد جده السعودي. حجازي بره الماتشين لانه مصاب واصابه طويله، بس برضو اجراء احتياطي يعني الاستدعاء. ومصطفى فتحي المتالق مؤخرا في الدوري السعودي مع التعاون ايضا من ضمن الاسماء. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 محترفين استدعاهم، بس مش معنى كده ان كلهم هيكونوا موجودين، واحنا عارفين اللي موجودين هيكونوا مين، يعني اللي هم كانوا معاه اكيد، ولو حد تالق بشكل ملفت اكيد هيتم استدعائه، لان ان شاء الله الاهم مصلحه المنتخب في التاهل ان شاء الله تعالى. ده فيما يتعلق بالترند المحلي. تعالوا نتكلم شويه في الجانب العالمي وبعض الاخبار المهمه. نبتدي بحساب كوره 11 ماشي على تويتر، وتصريحات لنويل ويلان ده مهاجم سابق او مهاجم نادي ليدز يونايتد السابق، واللي قال ايه؟ قال لويس دياز، هو لعيب مهاري قوي لويس دياز بصراحه، اللاعب الجديد اللي جايبينه ليفربول من بورتو البرتغالي بصفقه تقريبا بحوالي 25 مليون يورو، واندمج بشكل سريع مع الفريق، رغم انه جاي في يناير. مش من الطبيعي دايما ان لما بيجي لعيب في يناير بياخد وقت ونستنى بدايه الموسم الجديد قبل ما يندمج، الكلام ده الراجل بصراحه اندمج بشكل سريع. لكن المهم يعني التصريحات، ويلان قال ايه؟ لويس دياز لاعب مهاري اكثر من محمد صلاح، قد نتفق بالمناسبه ان جاب المهاري يعني هو مش كل حاجه، لكن في لعيب مهاري ولاعب اخر مش مهاري يكون افيد من المهاري، فاهمين قصدي ايه؟ فقال لك هو مهاري اكثر من محمد صلاح الذي يهتم بالسرعه والحركه، ودي حاجه ايجابيه جدا في نجمنا المصري محمد صلاح، لكنه لن يسجل الاهداف التي يسجلها محمد صلاح. ده معنى تصريحاته ايه؟ ان الافيد مش شرط انك تكون مهاري، بس الافيد ان انت تكون فعال. محمد صلاح بالمناسبه الجانب المهاري تطور عنده جدا الموسم ده تحديدا، شفنا اهداف بمهارات ممتازه يعني مثلا الحته اللي كانت ممكن، مش احنا اللي هنقيم محمد صلاح بصراحه، لكن انا بتكلم ان كان سابقا زمان شويه كان صلاح واحد على واحد بيعدي بالسرعه بس، لا دلوقتي بقى بيعدي بالسرعه والمهاره، فده اللي يدل على العقليه المميزه عند محمد صلاح، اللي هو ازاي بيشوف النواقص اللي عنده يطورها، فدي حاجه تحسب له جدا. لكن الفعاليه اكتر طبعا صلاح، هداف الدوري الانجليزي ما شاء الله عليه، ربنا يحميه وان شاء الله باذن الله يستمر في تالقه مع ليفربول ومع منتخبنا باذن الله تعالى. طيب كوره بلس وحسابهم على تويتر، وبيقولوا تصريحات على لسان حارس ايرلندا السابق، قال عدم تجديد عقد محمد صلاح سيكون وصمه عار في ليفربول. لحد دلوقتي العقد ما اتجددش، وفي بنود محل اختلاف شويه ما بين صلاح ووكيله مع ليفربول، لكن الجميل في الموضوع ان محمد صلاح مش مركز في الكلام ده خالص، هو مركز في الملعب. فاكبر دليل على كده ان هو بيجيب اهداف كتير، ان هو متالق امبارح ما سجلش، لكن برضه لعيب مهم جدا. فاحنا اتعودنا ان صلاح يسجل بصراحه ما شاء الله عليه، لكن في كل الاحوال الفصل ما بين
جزء مهم جدا ويتعلق بتجديد التعاقد، وما بين الجانب الفني في الملعب مش اي حد يقدر يعمله، محمد صلاح يقدر بصراحه. لكن حته ان ليفربول لحد دلوقتي ما حسموش الموقف، انا بشوف ان هم اللي خسرانين بصراحه. ان انت يبقى عندك واحد زي صلاح بقيمه صلاح، بارقامه القياسيه الكتيره، بفعاليته، بالاهداف الكتيره اللي بيجيبها ليك في الموسم، وبالتالي لحد دلوقتي مش عارف تجدد له، فدي هتبقى حاجه صعبه جدا على اداره ليفربول، ومش هيتقبلها ابدا ابدا جمهور ليفربول يعني. لكن هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل فيها. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وهو من يلا كوره. رئيس برشلونه الاسبق: لا اتوقع انضمام صلاح للبارس. محمد صلاح لاعب رائع، وانا احب انه يتطور او يطور نفسه بسرعه، لكنه لا اعتقد انه صلاح سينضم الى برشلونه يوما ما. مش عارف اي فريق يتمنى صلاح يعني، ده امر مؤكد، لكن هي وجهه نظر. ده اخوان جاسبرت رئيس برشلونه الاسبق يعني. لكن في ظل فريق برشلونه الحالي، لا هم لو معاهم فلوس اكيد هيجيبوا محمد صلاح يعني. هم ما معهمش فلوس كتير، الازمه الماليه بتاعتهم، الكلام اللي احنا عارفينه، اكبر دليل ان عندهم اسطوره العالم كله ميسي، وبالتالي ما قدروش ان هم يجددوا له، وراح باريس سان جيرمان. طيب اي بي ال وورلد على تويتر، حسام قالوا ان ترينت الكسندر ارنولد اصبح اكثر من صنع الاهداف في البريمير ليج برصيد 11 صناعه، متفوقا على صاحب المركز الثاني محمد صلاح اللي صنع 10 اهداف. وارنولد امبارح بصراحه عمل ماتش كبير جدا، عمل اسيست لساديو ماني، هو اكن شايد بس هي راحت لساديو ماني فتحسبت له اسيست، جاب ماني الهدف الوحيد في ماتش ويست هام الصعب قوي، وانقذ انقاذ يعني صعب قوي على خط المرمى، الكره كانت خلاص داخله جون، اعتقد لانزيني هو اللي كان هيجيبها جون، رجع بعد ما عدت اليسون رجع طلعها برجله، فيعني كان عنصر اساسي في حصد ليفربول امبارح 3 نقاط مهمه جدا. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرات الحلقه، يلا بينا. طيب سؤال حلقتنا النهارده كان: رايكم ايه، مين اللي يتاهل مجموعه الاهلي بعد خوض كل فريق ل3 مباريات؟ فناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال الصفحات المختلفه لقناه الاهلي. بيتر قال: ان شاء الله الاهلي وصن داونز بغض النظر عن الترتيب، وبعد كده هنلعب كل ماتش بماتشه لغايه ما نجيب ال11 ان شاء الله. تفكير مميز جدا. طيب اخر حاجه بسبب دي الوقت يعني، خالد قال: الاهلي والمريخ بعد المباراه القادمه كله هيكون 7 نقاط ما عدا الهلال نقطه واحده، وتتوقع من خالد. والله الاهم بالنسبه لنا ان الاهلي يتاهل، وان الاهلي يوصل لمراحل متقدمه، مش مراحل متقدمه، احنا عايزين يعني نعدي المرحله دي وناخد البطوله يعني ان شاء الله باذن الله المره الثالثه على التوالي، وال11 في تاريخ النادي باذن الله، وده مش هيحصل غير بالدعم والمسانده المستمره حتى في ظل اصعب الظروف واصعب الفترات اللي قد تتعلق بنتائج او اداء. فده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.